السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع اللي كان المفروض يكون موجود في برج البحري، لأنه عندنا منطقة هنا ورانا، منطقة هذه منطقة قهوة الشرقي، تعرف اختناق مروري رهيب، لأن رغم أن منطقة برج البحري فيها كثافة سكانية كبيرة جداً، إلا أن في عندها مدخل واحد، وهذا المدخل موجود على مستوى منطقة ما يسمى بقهوة الشرقي. إذن نشوف هنايا الطريق هذا اللي يؤدي من يجي من دار البيضاء، أو الطريق اللي يجي من الحراش هنايا من الجهة الجنوبية، كلهم يصبوا في المفترق الطرق نتاع الحاميس. وهنا نشوفوا كثافة سكانية كبيرة متواجدة في برج البحري. يعني الحل الأمثل اللي كنا نستناو فيه هو أنه يبنوا جسر فوق واد الحاميس في وسط هنا في هذه المنطقة في الوسط، باش تكون الاستغلال نتاعو أمثل، وينقص الضغط على الضغط نتاع المدخل نتاع القهوة الشرقي. لكن للأسف الشديد الجسر هذا بني في الطرف البحر، في المنطقة على شاطئ البحر هنا في المنطقة هذه، وزيد بزيادة الجسر هذا صغير يعني في الحجم نتاعه. هنا نلاحظ الأساسات نتاع الجسر هذا هنايا اللي رحنا شفناه هذوك في الفيديو في آخر العرض هذا. نروح نشوف الفيديو ونشوف المكان نتاع الجسر هذايا المتواجد على شاطئ البحر، يعني ما عنده حتى منفعة ولا غير تفكير جهنمي والله العظيم. المفروض الجسر يكون على مستوى يعني الأحياء السكنية، اللي باه ينقص الضغط على مفترق الطرق نتاع قهوة الشرقي. لكن للأسف هما برمجوا الجسر هذا على الشاطئ، وحتى اني هو صغير، ونذكر نشوفوه في الفيديو، نروحوا ليه ونشوفوه في الفيديو. والله غير شيء رهيب. وهذه المنطقة هنايا قليلة للاستعمال. وهذه المنطقة تاع برج البحري عرفت نمو ديموغرافي ويعني ومعماري كبير، ضغط كبير. إذا نروح نشوف الفيديو هذا اللي درناه في عين مكان حول الجسر هذا اللي تراه قيد الإنشاء، ونخليكم مع الفيديو ونتلقى في الفيديو الثاني. Thank you.
جد بحري على ود الحامل. هذا هو أول جسر في بلدية برج البحري على واد الحامز. وهذا الجسر هذا يا إخواني تصميم كاريتي، لأنه صغير في العرض دياله. وهذا الجسر اللي راني نشوفه فيه هنا قيد الإنشاء، هذا جسر تابع الأشغال نتاع التهيئة نتاع الشاطئ نتاع الخليج، الساحل، تهيئة الساحل نتاع الخليج الجزائر، وأبدا ما يدخل في إطار الفك العزلة على بلدية برج البحري، اللي ما زالت تعاني من اختناق كبير. يعني كان بلد، وخاصة بعد يعني التوسيعات العمرانية اللي راهي صايرة في بلدية برج البحري من ناحية الأحياء السكنية الجديدة، ولات يعني لابريسيون تاع الكثافة السكانية ولات لا تطاق، وعندها مدخل واحد على مستوى قهوة الشرقية. أنا كنت ظن أن هذا الجسر سوف يفك العزلة على بلدية برج البحري، لكن يا للأسف الجسر صغير ولا يرقى إلى حل مشكلة الاختناق المروري في بلدية برج البحري. هذا الجسر هذا هو أولا الموقع ديالو بعيد على المركز نتاع برج البحري، على قهوة الشرقي، على التجمعات السكنية، هو جاي على الساحل. وثانيا الجسر هذا يعتبر صغير من ناحية العرض ديالو، يعني فيه على في أبعد الحدود يكونوا فيه زوج أرويقة. هذا العرض ديالو لا يتعدى 8 أمتار، يعني زوج أرويقة. هذا ما كان جسر، يعني المسؤولين تاعنا مش قادرين يفكروا، مش قادرين يفهموا بأن المجمع السكني تاع برج البحري راه يعاني من الاختناق المروري. وأي شخص يعرف برج البحري يعرف باللي برج البحري تعاني من اختناق مروري رهيب. لكن يا للأسف الشديد مشروع جسر فوق واد الحميز كان المفروض يكون في الوسط المجمعات السكانية باش يتم الاستغلال نتاعو على أحسن وجه، كذلك كان من الأجدر أن يكون من الحجم الكبير. لكن يا للأسف الشديد ما عندناش هذاك الحجم، الجسر هذا راه صغير وما يلبيش الطلب، ما يلبيش الطلب نتاع السكان تاع بلدية برج البحري. إذا أتأسف، وأنا راني كما نقولوا حنا جو سوي ديسي، جيت شفت هذا الجسر هذا لا يرقى إلى تطلعات الشعب الساكن في بلدية برج البحري، ولا يحل لهم معضلة الاختناق المروري على مستوى منطقة قهوة الشرقي. والسلام عليكم.